نحن طلعنا بال 2012 وطلعنا من سوريا خوفي على اولادي وعلى زوجي، وما عاد في امان ولا في استقرار، وصار في اشتباكات كثير مشان هيك خفنا وطلعنا. الشعر الأمريكي كله إنسانية ومحبة، وشفناهم تلفزيونيا، شفنا المسير تبعهم، المسير تبعهم، محبتهم إنا، استقبالهم إنا، العطف تبعهم لأولادنا، هذا اللي حببنا بأمريكا، حببنا أن نطلع لأمريكا. نحن انصدمنا، يعني نحن كنا متوقعين شيء، متوقعين انه نطلع نحن نلاقي هنيك امن وامان وانسانيه. اصلا نحن بنشتغل تلاقي على الدعم النفسي يعني والانساني، ونحن تلاقي بحب انا اقول لهم انه نحن مسلمين ليسنا ارهابيين. يعني دائما بيقولوا لنا انه انتم ارهابيين، انتم مسلمين اكيد ارهابيين، بس نحن لا، الارهاب ما له دين. نحن اطفال، يعني بيوصفونا كأنهم إرهابيين. نحن أطفال، نحن ما سوينا شيء، يعني بيوصفوا بس الإرهابيين مو الشعب، الأمة العربية كلها يعني بيوصفوهم. نحن بدنا شو؟ بدنا ندرس، نحن مو جايين نحارب أو نساوي إرهاب هنيك بأمريكا. هو يمكن خايف، يعني نحن لا عنا خوف على الاستقرار، هو عم يخاف إنه يوم نسافر يوم لا. يعني حتى الطفل إنه بيتأثر، يعني كلمة لاجئ صعبة عليه. خلص مو